من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، نعيش اليوم أول جمعة من هذا الشهر المبارك ومن هذا العام الجديد، وأسأل الله تعالى في بدايته أن يجعله عام خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، وأن يجعل يوم الأمة خيرا من أمسها، وأن يجعل غدها خيرا من يومها، وأن يلهمها الرشد والصواب. أيها الإخوة الكرام، عندما نقف في مثل هذه المناسبة فإن الحديث يتنوع، وإن الاهتمامات والمجالات تختلف في الحديث عن موضوع الهجرة، لكنني في هذا العام أحببت أن أتناول الموضوع من زاوية مختلفة نوعا ما، وإن كانت بنفس المضامين. هذه الزاوية هي ما يتعلق بعظمة القيادة النبوية، بعظمة قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلياتها في موضوع الهجرة بالذات، وخاصة عندما يتحدث الناس عن القيادات وعن الزعامات، ويصنع الناس ممن لا يستحقون زعامات، ويعتقد الناس أن الزعامة يمكن أن تكون بمنصب، ويمكن أن تكون بقوة عسكرية، ويمكن أن تكون بمال، ويمكن أن تكون بشيء آخر، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا من خلال حدث الهجرة أن القيادة ليست شعارا، وأن القيادة ليست زعامة تصنع لأناس، وإنما القيادة مواقف، القيادة عمل على الأرض، القيادة جهد وتضحية، القيادة عطاء وإنتاج، القيادة صناعة أمة وصناعة مستقبل وصناعة حياة. هكذا يمكن أن نلخص العظمة النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حدث الهجرة. الآن بعد هذا التقديم نمر إلى شيء من التفصيل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقوم بعمل الهجرة أراد أن يعلمنا مجموعة من الأشياء ينبغي أن يلتزم بها كل قائد، وينبغي أن تكون نبراسا لصناعة القادة. عندما تقف مع حدث الهجرة تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا للإنسان المتكامل، وهو المؤيد بالوحي، ولا يجوز أن نغفل هذا المعطى لأنه مهم جدا. فهو صلى الله عليه وسلم إذا كان
نموذجا للنجاحات الهائلة، فهو أيضا نموذج لتجنب الرسوب ولتجنب الإخفاق. إنك عندما تدرس حياة الزعماء وحياة الحركات الإصلاحية وحياة المصلحين عموما والقادة السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين وفي كل مجالات الحياة، تجد لكل قائد هفوات، ولا بد، مهما على الإنسان، مهما بلغ، مهما كان متطورا ومتقدما، مهما كان عطاؤه وإنتاجه، مهما كانت عظمة قيادته وريادته، فإنك تجد أمام إنجازاته تجد إخفاقات، وتجد فشلا في بعض الأشياء، وتجد نوعا من التردد أو نوعا من الرسوب في بعض القضايا. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان النموذج الأمثل للنجاحات في كل المجالات، وكان النموذج الأمثل لتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الإخفاق أو ما يؤدي إلى الفشل. لذلك عندما تدرس حدث الهجرة تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك المتسرع الذي يتخذ القرارات هكذا. الإنسان ينام أحياناً ويرى شيئاً، أو ربما يفكر في شيء بين عشية وضحاها، فيتخذ على إثره قراراً يمكن أن يكون مدمراً ويمكن أن يكون أو يذهب بالأمة إلى الجحيم. هذا ما تفعله الزعامات والقيادات السياسية في عصر الناس اليوم، قد تتخذ قرارات أحياناً غير مدروسة فربما أدت بالناس إلى الوبال، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط لحدث الهجرة لسنوات. كان قد فكر في الهجرة عليه الصلاة والسلام بعد أن أدرك أن البيئة المكية أعطت ما يمكن إعطاؤه، وأن من سيهتدي أتيحت له الفرصة كاملة للاهتداء، وأن من تعنت ومن عاد هذه الشريعة وعاد هذا الدين لسنوات عديدة وصلت 13 سنة، فإنه ما عاد بالإمكان أن نضيع معه وقتا آخر. وقد قال الله عز وجل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، أي لا تضع جهدك، هنالك جهود أحيانا ضائعة تبذل مع أناس في نقاشات وفي حوارات ولكنها لا تصل إلى نتيجة، لأن الإنسان الذي تصل معه إلى نتيجة هو الإنسان الذي هدفه الوصول إلى الحقيقة. أما الذي يريد أن يتعنت ويريد أن يثبت هواه وأن يثبت سخافاته فمن العبث أن تضيع معه جهدك ووقتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حوالي 2 إلى 3 سنوات في الإعداد الجيد وفي التخطيط المتقن لعملية الهجرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالوحي، ومع أن الله عز وجل قد وعد بأنه سيتم له دينه وسيكمل له النور الذي جاء به، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع أي فرصة ولم يدع أي نسبة من النسب يمكن أن يأتي من خلالها الفشل، أو يمكن أن يأتي من خلالها أو تأتي الهزيمة، وفعل صلى الله عليه وسلم كل ما ينبغي وكل ما يجب. وكانت لقاءاته سرية في بداية الأمر، فكان يلتقي بزعماء المدينة في بيعة العقبة، وكانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والعقبة وهذه الاجتماعات لا تتأتى إلا في موسم الحج، بمعنى أنه التقاهم قبل عام من الهجرة وقبل 2 من الهجرة، وكان الإعداد منه صلى الله عليه وسلم. عظمة القيادة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى إذن في هذا الإعداد الجيد، تتجلى أيضا عظمة القيادة النبوية في اتخاذ القرارات الحاسمة، وعندما يتخذ القرار فإنه يجب أن ينفذ ويجب أن يطبق. كان هذا مبدأ واضحا
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما اتخذ القرار بالهجرة فإنه لم يتردد ولم يسمح لنفسه ولا لغيره عليه الصلاة والسلام بأن يرده أحد عن هذا القرار. وهذا كان أيضا في كل أعماله صلى الله عليه وسلم. بينما الزعامات اليوم في واقع الناس المعاصر، هنالك قيادات تتخذ قرارات متسرعة، وقد تكون هذه القرارات كارثية على الأمة. هل تعرفون معنى أن تتخذ قرارا بتقويض الحركة التي تمشي عليها الأمة بانقلاب عسكري أو غير عسكري؟ معنى ذلك أنه قرار سيؤدي إلى كوارث وإلى فظائع، ولكن مع ذلك تجد الإنسان يتخذ القرار متسرعا ثم يظن أنه أحسن صنعا، وهكذا في مسائل أخرى. ثم عندما يتخذ القرار لابد من تحمل تبعات هذا القرار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ قرار الهجرة كان عارفا صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، وكان عارفا بأنه سيهاجر إلى بلد آخر غير البلد الذي نشأ فيه، وهو يثرب، المدينة المنورة. فكان لابد من إعداد هذه البلدة من أجل استقبال الدعوة الإسلامية. هل هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وهو يعرف، وهو سيد العارفين، أن بها مكونات مختلفة في أعراقها وفي دياناتها وفي توجهاتها؟ المدينة كانت تضم مشركين من العرب، وكانت تضم يهودا أيضا، كانت هنالك طوائف يهودية، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، كل هؤلاء كانوا داخل المدينة النبوية. بمعنى أنه لا بد من تهيئ ولا بد من إعداد جيد. استفد أيها الطالب هذا الدرس من الهجرة، أين الإعداد الجيد؟ أين التهيئ الجيد؟ أين المثابرة والتخطيط لصناعة المستقبل؟ قد تسأل شابا وهو في العشرين من عمره أو يتجاوز ذلك، فتسأله عن طموحاته، ما الذي تريد أن تصله؟ ماذا أعددت للوصول إلى هذا الهدف وإلى هذا الطموح الذي تريده؟ ما هي الخطة العملية التي رسمتها من أجل أن تصل؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم أعد المدينة إعدادا جيدا قبل أن يهاجر إليها، لذلك لم يكن أول من هاجر، وإنما ترك أصحابه يهاجرون، وبعث معهم من يسوق بين قوسين إذا صح هذا التعبير للدعوة الإسلامية، الدعاة مصعب بن عمير رضوان الله عليه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما فقيها داعية من أجل أن ينشر الدعوة الإسلامية في المدينة، وبعث معه مجموعة من الدعاة الآخرين. ولم يهاجر صلى الله عليه وسلم حتى، كما قال بعض كتاب السيرة، حتى أسلم ثلثا سكان المدينة، أي كانت النسبة أغلبية، حتى لا يقول أحد إن الإسلام بنى دولته ضدا على الأغلبية التي كانت في المدينة. الإسلام لم يكن أبدا دين إكراه، ولا كان أبدا دينا يفرض نفسه على الناس، وإنما الإسلام يعرض، وفرق بين أن تفرض وأن تعرض. الفرض والعرض فرق كبير بينهما. الفرض هو أن تأتي للناس بالدبابة وبالقوة القاهرة، وأن تقول ما قال فرعون الأول: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه كلمة نقلها القرآن الكريم عن فرعون رمسيس الثاني الذي كان يحكم مصر من زمان، فقال هذه المقولة التي أثبتها القرآن، وهي التعبير الدقيق عن الدكتاتورية الحقيقية: ما أريكم إلا ما أرى، أي ليس لكم رأي، عقولكم كلها يجب أن تختزل في عقلي، توجهاتكم كلها يجب أن تختزل في توجهي، وما رأيته هو الصواب الذي لا خطأ بعده، وما ترونه جميعا حتى لو كنتم بالملايين فهو الخطأ الذي لا صواب بعده.
هذه هي الدكتاتورية في أجلى صورها، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أما قائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينشئ الدولة في مكة، لاحظوا هذا الأمر جيدا، لم يعلن دولته ولا أسس لها في مكة، لأن الغالبية في مكة لم تكن على الإسلام في ذلك الوقت قبل الفتح. أما في المدينة المنورة التي بعث إليها صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه فقد أسلم ثلثا سكانها، أي نسبة 66%، وهذه نسبة جيدة جدا على المستوى الديمقراطي وعلى المستوى السياسي كما يقولون. أن يكون الناس الآن في أمريكا يحكمهم حاكم بنسبة 51% ولا يجدون في ذلك حرجا، والديمقراطية المعاصرة ترى في ذلك شيئا جميلا جدا، 51%. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينصب نفسه حاكما في المدينة على أقلية، وإنما بعد أن أسلم الثلثان من سكان المدينة المنورة فهاجر صلى الله عليه وسلم إليها وأعلن دولته بكل قواعد الدولة. دعك ممن يجادل هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكما أو أنه فقط كان نبيا يبلغ الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثبت علماء المسلمين ليس في زماننا هذا، حتى لا يقول قائل إن هذا الكلام جاء في عصر يتحدث فيه الناس عن السياسة والقيادة وهذه الأشياء، وفي كل العصور كان هذا الحديث، وإنما علماء المسلمين من زمان. الإمام القرافي عليه رحمة الله وقد كان منذ 9 قرون أو يزيد وكان في الأندلس عليه رحمة الله، كان هذا الإمام قد تحدث في كتبه الكثيرة وخاصة في كتابه الفروق عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان تارة يتصرف بوصفه النبي الرسول، وتارة يتصرف بوصفه القاضي بين أفراد الأمة، وتارة يتصرف بوصفه الإمام العام للأمة. الإمام بمعنى الحاكم العام، بمعنى الخليفة أو الرئيس أو سميه ما تشاء. فكان صلى الله عليه وسلم أن أسس الدولة وعلى أسس متينة، لم يؤسسها هكذا في يعني إعلان عادي، وإنما أسسها من خلال المكونات التي تؤهل كل دولة للبقاء. الشعب موجود، المهاجرون والأنصار، الوطن موجود، المدينة المنورة التي تتوسع واتسعت رقعتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، إلى أن صارت تشمل جزءا كبيرا محترما من الكرة الأرضية. وأيضا القانون الذي أيده الله به وهو القرآن الكريم الذي يمثل الدستور الأسمى للأمة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكل بعد ذلك دستور المدينة المعروف، والذي استخرج منه بعض علماء القانون المختصين استخرج منه أكثر من 52 بندا يمكن أن تكون قوانين بتعبير عصرنا اليوم. فكل المكونات موجودة، ثم بناء المؤسسات بنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدعوك فعلا. أنا الذي الرسالة التي أريدها اليوم أيها الإخوة هي أن نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، وأن نعرف له عظمته من خلال هذه العطاءات، ومن خلال هذه الإعدادات، ومن خلال هذه التخطيطات، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان فعلا لم نكن بحاجة إلى أن يأتي بعض فلاسفة الغرب من أجل أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعلى القائمة في أعلى اللائحة من العظماء 100 الذين مروا عبر التاريخ، وإنما الله عز وجل جعله قبل ذلك في أعلى هذه اللائحة عندما جعله خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين لا يليق به إلا أن يكون في أعلى درجات الكمال البشري. رسول الله صلى الله عليه وسلم ملامح العظمة
في قيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتجلى أيضا في توزيع الأدوار. لاحظوا هذه المسألة في قضية الهجرة. رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك الإنسان الذي يصاب بنوع من النرجسية كما يقال، الذي يتحدث في كل شيء، والذي يستبد بكل شيء، والذي يرى كل شيء، وإنما كان يوزع الأدوار ويعطي لكل الدور الذي يتقنه والمجال الذي يحسنه، ليس فقط في مجال التشريع. فقد كان صلى الله عليه وسلم كلف علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بأن يبيت في مكانه في البيت من أجل أن يرد الأمانات إلى أصحابها، وطمأنه صلى الله عليه وسلم وأمنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف وكان يتوقع، وهذا شيء جيد أن تتوقع ما الذي سيحصل، هذا ليس علم غيب، لا، وإنما هو عبارة عن دراسة المستقبليات، ما الذي سيحدث وما الذي سيطرأ، فتعد لكل سؤال جوابا وتعد لكل واقعة حكما. فهيأ عليا من أجل أن يبيت مكانه لأنه كان عارفا بالأمانات. أبو بكر كان يريد أن يهاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه السلام رفض له الهجرة واستبقاه، وكان بجواره وزيره الآخر الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه يعرف أن لكل مهمة رجلا مناسبا، فالرجل المناسب لحدث الهجرة هو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، أما عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه فله مواقع أخرى يكون نفعه أكبر فيها، لذلك اختار أبا بكر الصديق من أجل القيام بهذه المهمة. ففوجئ أبو بكر، قال: الرفقة يا رسول الله؟ قال: نعم الرفقة. ففرح أبو بكر فرحا شديدا، حتى إن الصديقية عائشة رضي الله عنها، وقد كانت آنئذ طفلة صغيرة، تحكي هذا المشهد الجميل فتقول: ما عرفت أن الرجل يمكن أن يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يدمع، تدمع عيناه من الفرح عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالرفقة. ثم عندما يهاجر فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجد حرجا في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، فعين عبد الله بن أريقط من أجل أن يصحبه إلى المدينة، وقد كان الرجل مشركا لم يكن مسلما، ومع ذلك يريد أن يبعث برسالة أن الأمة الإسلامية إذا وجدت ضالتها ومصلحتها في إنسان فلا معنى أن نقصي أحدا، إذا كانت عنده قدرات، إذا كانت عنده طاقة يمكن أن ينفع بها، إذا كان عنده عطاء يمكن أن يفيد الأمة. ثم بعد ذلك عندما هاجر صلى الله عليه وسلم حدد لأصحابه كل في المجال، أو حدد لأصحابه مجالاتهم، وحدد لكل واحد منهم المجال الذي يتقنه، فهذا زيد يفتي في الفرائض فقط، وهذا علي يقضي بين الناس بالعدل، وهذا عمر يحكم، وهذا خالد يقود الجيش، وهذا، وكل له مجاله الذي يتقنه. عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى إذن في تحديد الأدوار المناسبة لكل هؤلاء الأبطال. ثم ملمح آخر، ولا أريد الإطالة في هذا المجال، ملمح آخر من ملامح العظمة هو كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتغلب على العقبات التي كانت أمامه. كان صلى الله عليه وسلم يدرك أن المدينة هل تسع كل هؤلاء المهاجرين، هذه المئات من الناس على أقل تقدير التي ستهاجر من مكة إلى المدينة بفعل طلب شرعي، الهجرة كانت واجبة، وكان مطلوبا من الإنسان أن يهاجر، وكان مدعوا إلى الهجرة، وكان القرآن الكريم يعيب على الذين لم يهاجروا، إلا كما قال القرآن الكريم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي آيات أخرى يتحدث عن أناس آخرين يعانون الظلم والقهر والاضطهاد، فالقرآن الكريم يعالج القضية، يقول لهم: لماذا لم تهاجروا؟
نعم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الإنسان يهاجر من أجل الحفاظ على المبدأ. القضية انعكست الآن، صارت الهجرة ولو على حساب المبدأ. وتجد إخواننا في الخارج الآن يسألون عن حكم الهجرة وحكم البقاء في ديار الغرب، وهم يمنعونهم الدول الديمقراطية التي تسمى المدافع عن حقوق الإنسان وعن الحريات العامة. فرنسا لا تتسع لخرقة تغطي بها المرأة رأسها، لا تتسع، تتسع للعاريات تماما، إذا أردنا أن يخرجن في الشارع فهذا حقهن، أما أن تتسع لامرأة تغطي رأسها فهذه حرب ما تزال معلنة إلى الآن على المحجبات، بحيث يمنعن من دخول الجامعات والإدارات والمؤسسات وهذه الأشياء. الهجرة إذن من أجل الحفاظ على المبدأ، أما إذا وجدت مبادئك مهددة بفعل الهجرة فينبغي لك أن تعاكس القضية وأن تراجع أمورك. ما قيمة الحياة دون مبادئ؟ ما قيمة الحياة دون ما يؤمن به الإنسان؟ هل العبرة فقط بأن أجمع مالا أو بأن أكون ثريا؟ لا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة هاجر من أجل المبدأ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم فكر في هؤلاء المهاجرين، فكر في هؤلاء الذين هاجروا معه، معهم نساء، معهم أطفال، حتى الرجال لا يعرفون ما يصنعون، وقد خرجوا وتركوا بيوتهم، من كان له متجر تركه في مكة، من كان له فلاحة تركها، من كان له عمل، كلهم تركوا أعمالهم ووصلوا إلى المدينة. كيف ستحل المشكلة يا رسول الله؟ كيف ستعطي درسا للدول في القرن الحادي والعشرين كما يقال المسيحي، في القرن الخامس عشر الهجري؟ كيف تعطي دروسا للناس في معالجة قضايا الهجرة المفروضة، في قضايا ما يسمى اليوم باللجوء؟ عندما يلجأ إنسان إلى بلد فإنه يفترض أن يجد الحماية، يفترض أن يجد الكرامة. لم يتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشوارع هؤلاء المهاجرون، بمجرد أن وصل صلى الله عليه وسلم أسس المؤسسات، بنى المساجد، حدد للناس السوق التي يبيعون فيها ويشترون، وصار يوجه الناس ويرشدهم، ثم فكر في قضية اللاجئين، أي هؤلاء المهاجرين من أول يوم وصل. فربط صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجر وأنصاري، كل مهاجر كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاريا من سكان المدينة من أجل الدعم ومن أجل النصرة ومن أجل المؤاخاة. فالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار انظروا كيف أنها الآن تدرس على أنها حل كبير لقضية اللاجئين، وما هي إلا سنوات يسيرة، بل أيام يسيرة، حتى استطاع هؤلاء المهاجرون أن يستغنوا بأنفسهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان مهاجرا وكان رجلا من أغنياء مكة، لكنه فرض عليه في الهجرة أن يترك كل ممتلكاته. يروي البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف كلف النبي صلى الله عليه وسلم به صحابيا من سكان المدينة هو سعد بن الربيع، وكان أيضا من الأغنياء. وحنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى أيضا هنا، حيث إنه كان يعرف من يناسب كل شخص، فمهاجر من أمثال عبد الرحمن بن عوف لا يمكن أن يدفعه لأنصاري فقير متقع، وإنما يحتاج إلى شخص في مستواه أو يقرب منه، فدفعه إلى سعد بن الربيع. وكان سعد بن الربيع هذا أنصاريا غنيا ثريا. انظروا إلى الأخوة، ما لم نؤسس الأخوة في دواخلنا، ما لم تتوحد الأمة في داخلها، ما لم يحب بعض الأمة بعضا، وما لم نعمل على تجميع الفوارق. الناس الآن للأسف البعض يدعو إلى التفرقة ويدعو إلى البحث عن ما يفرق، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع في اتجاه التجميع وفي اتجاه التوحيد، واستطاع بفضل الله، لأن الفضل لله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، استطاع أن يوحد بين أفراد الأمة، حتى ضربوا المثل الرائع في الحب الشديد،
حتى قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن يا أخي، إنني من أكثر الأنصار مالا، أريد أن أشاطرك مالي. بعض الناس عندنا لا يعطون حتى الفتات، حتى الفتات أن يعطوا دريهمات ولو يسيرة لمهاجرين من هنا أو هناك، من الشام أو من أفريقيا أو من دول أخرى، تجدهم على العكس من ذلك، يدفعون في اتجاه آخر. لماذا هذا ولماذا يحصل وما سيقع وما ما الذي سيقع؟ ما الذي سيقع؟ هؤلاء أناس فرض عليهم أن يخرجوا من أوطانهم، واجب المسلمين أن يتضامنوا مع إخوانهم المسلمين، ومقتضيات الأخوة في الإسلام في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد شعار نحن معك، وإنما كانت عملا على وجه الأرض، بالتضامن، بالتعاون، بالنصرة، بالاستعانة أو بالإعانة إذا استعانك. لذلك قال له سعد: إنني من أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي، وإن لي حديقتين انظر أعجبهما إليك أعطيتكها. بل ووصل به الأمر إلى أن قال له، وهذا ليس شيئا يسيرا على الإنسان العربي، قال له: إن لي زوجتين انظر أعجبهما إليك أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. لكن عبد الرحمن بن عوف كان بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن إنسانا انتهازيا، لم يكن يريد أن يجمع المال بالتسول، إنما كان يريد أن يقضي حاجة ما دام في حاجة، فإذا استطاع، لأن هذا في حكم الضرورة، هذا في حكم الضرورة. ويجب أن يفهم هذا أيضا اللاجئون والمهاجرون، أن الاستعطاء بحكم الضرورة والحاجة، فإذا جمع ما يكفيه لسد حاجته وضرورته فإنه يجب أن ينتهي، لأن هذا حلال بالضرورة فقط. فعبد الرحمن بن عوف ضرب المثل الرائع في التعفف، فقال له: يا أخي سعد، بارك الله لك في أهلك ومالك، أرني السوق، أنا لا أحتاج إلى زوجتك ولا أحتاج إلى مالك ولا إلى حديقتك، أنا إنسان عندي كرامة، أنا أريد أن أعيش حرا، أنا أريد أن أكدح وأن أعمل إذا سمح لي بالعمل. فأراه السوق، ذهب عبد الرحمن إلى السوق، إلى السوق، باع واشترى، فإذا به يملك مالا وثروة، ثم بعد ذلك ينشئ أسرة من جديد فيتزوج، ثم بعد ذلك يصير من الأثرياء. ما هي إلا سنوات حتى عاد عبد الرحمن بن عوف بثروة أكبر من الثروة التي كانت عنده في مكة أو توازيها. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ملامح العظمة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بذلك، وإنما فعل صلى الله عليه وسلم أن حاول أن يجمع بين كل المكونات داخل المدينة المنورة، وهذا ما أقف معه في الخطبة أو في الخطبة الثانية بحوله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن حدث الهجرة يدعونا إذن للوقوف مع عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع أن يؤلف الله تعالى به وعلى يده بين قلوب متنافرة. في المدينة كان فيها أوس وخزرج، والمهاجرون جاءوا من مكة إلى المدينة، وكانت هنالك طوائف وفئات أخرى، حتى من لم يعتنق الدين الجديد وهم اليهود في المدينة، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع قانونا يمكن أن يكون موحدا، ويمكن أن تكون فيه القواسم المشتركة من أجل التعايش بين مكونات الأمة، على الأقل في سنواتها الأولى قبل أن يغدر به اليهود ويقع ما يقع بعد ذلك في السنوات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذا إذا دعانا إلى شيء، فإنما يرد بنا إلى ما نعالجه في هذه الأيام في قضية توحيد مكونات الأمة، عندما نجد من أفراد الأمة من لا يزال يصر إصرارا
على ضرورة إغلاق الحدود بين المسلمين. لا يستطيع الواحد الآن أن يزور أقاربه في تلمسان أو في وهران أو في مدن الجزائر، فتجد الناس يقفون عاجزين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بتوحيد الجهود بين أفراد الأمة ومكوناتها المختلفة، فكيف بنا نحن اليوم نتفرق بعد أن وحدنا الإسلام؟ كنا جميعا قبل أن يدخل الإسلام في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، كنا أمة واحدة، كلنا يتحدث الأمازيغية والعربية، كلنا اعتنق الإسلام وبنسبة 100% تقريبا، بل وقل 100%. وكانت دولة الإسلام في يوم من الأيام في المغرب تتسع إلى حدود مصر، أي كل بلاد المغرب العربي، كانت دولة واحدة. فصار في الأمة اليوم للأسف في أمة الإسلام من يدعو إلى التفرقة، ومن يغلق الحدود، ومن يحفر الحواجز والخنادق. والعجيب أن أمما غير إسلامية من زمان أدركت خطورة التفرقة وأدركت خطورة الحدود الوهمية بين الدول. ألمانيا قبل 21 سنة أو 22 سنة أدركت أن هذه الحدود ليست في مصلحتها، فإذا بها تهدم الحدود ووحدت العاصمة. كانت ما بين بون وبرلين، ألمانيا شرقية وألمانيا غربية، فما صرت تسمع اليوم إلا عن ألمانيا واحدة، فإذا بها تصنع العجائب في مجال الصناعة والتطوير وتصير من الدول العظمى. أما نحن للأسف، نحن المسلمين، ما زال عندنا من يصر إصرارا على تمزيق هذه الأمة، ومن يريد أن يزيد المجزأة تجزئة. الإسلام يدعو في اتجاه توحيد الأمة وفتح الحدود بين مكوناتها، لكن من أفراد هذه الأمة للأسف من ما زال يتحدث بمنطق قديم جدا، منطق الستينات والسبعينات، ويتحدث عما يسميه تقرير المصير في الصحراء. الصحراء وهذه أبا عن جد من زمان، من قديم الزمان كانت تابعة للمغرب وكانت جزءا منه، فكيف يقبل؟ والعالم المتحضر نفسه كثير منه لا يعترف بهذه التجزئة، لكن المصالح للأسف تطغى أحيانا، والمصالح الشخصية والآنية، فيدعو إلى زيادة التمزيق. إذا مزقت هذا المغرب، من الذي يضمن أنك لا تمزق؟ وخاصة أن هنالك فئات أخرى وطوائف كثيرة. عندما يقوم سكان الجنوب في الجزائر من الطوارق ويتحدثون عن تقرير المصير، أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب، بدل أن تدعو إلى التمزيق لماذا لا تدعو إلى الوحدة؟ بدل أن تدعو إلى تقرير المصير هنا أو هناك، لماذا لا تدعو إلى إلغاء الحدود وإلى فتحها أمام التجارة من أجل أن يتعاون الناس وأن يتضامن الناس؟ الناس كلهم غني بعضهم عن بعض، لا أحد يرزق أحدا ولا أحد ينتظر خيرا من أحد، ولكن الإسلام يريد للناس أن يتعاونوا، يريد للناس أن يتضامنوا، لأننا في التجمع وفي الوحدة قوة، وفي التفرقة وفي التشتت خذلان. الله عز وجل قال هذا، الله سبحانه قال هذا في القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عندما تخاطب الأمة أو الأمم العالمية بمغرب عربي كبير فيه 100 مليون أو 80 على الأقل من الناس، فإنه أفضل بكثير من أن تخاطبهم 30 أو 6 أو 4 كما هو في بعض دوله. إن أوروبا تخاطبنا الآن 450 مليون من الناس، وأمريكا تخاطبك 300 مليون تقريبا من الناس، والصين تخاطبك 1.5 مليار، والهند 1 مليار، وأنت تخاطب الناس بدويلات في بلدان المسلمين. بعض الدول في الخليج فيها 1 مليون من الناس، لو عددت المواطنين الأصليين من غير العمال لوجدتهم لا يتجاوزون 1 مليون. هل هذه دول؟ هل هذا ما يدعو إليه الإسلام؟ إن الإسلام يدعو إلى التوحيد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. لذلك فنحن عندما نحيي ذكرى المسيرة الخضراء كما وقع في هذا الأسبوع، فإنها فعلا مناسبة للتركيز على ضرورة توحيد جهود الأمة، وعلى ضرورة مواجهة ومجابهة كل من يدعو إلى زيادة الممزق تمزيقا، وإلى زيادة المشرذم شرذمة. ومناسبة
للدعوة من أجل استرجاع ما تبقى من الثغور، ومن أجل الدعوة إلى توحيد كل مكونات الأمة، لأنه لا يجوز أن نشعر بعداوة تجاه أي أحد مهما كان من الجيران أو من المسلمين عموما، وإنما الواقع أننا إخوة جميعا، إنما هنالك فئة قليلة من المتنفذين ومن المصلحيين الذين يرهنون مصالح الأمة من أجل مصالحهم الشخصية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع جهود هذه الأمة وأن يوحد بين مكونات هذه الأمة. نسأل الله تعالى كما أمرنا في القرآن وقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك على أرض الواقع، بحيث نشعر فعلا أننا أمة واحدة وأننا في وطن واحد، وأن بإمكان كل واحد منا أن يتنقل شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، في كل أرض الإسلام التي يذكر الله عز وجل فيها. أسأل الله تعالى أن يجمع صفوف المسلمين. اللهم انصر أهل الحق في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أرنا اللهم عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطغاة والطاغين وفي كل المستكبرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تحمي المسجد الأقصى المبارك مما يكاد له من طرف الصهاينة. نسألك اللهم أن تعيد الأمة إلى رشدها وأن تعيدها إلى دينها وقرآنها وسنة نبيها حتى تحرر مقدساتها جميعا وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، يزورنا اليوم إخوان لنا يبنون مسجدا لهم، وهو مسجد البشرى، وكلمة بشرى من الكلمات القرآنية الجميلة، لأن هذه الأمة محتاجة إلى البشريات، والبشرى بإذن الله موجودة. نحن في كل الأوضاع مهما كانت أحوال أمتنا متفائلون، ونسأل الله عز وجل أن يأتينا بالبشريات من كل مكان. هؤلاء اختاروا لمسجدهم اسما وهو البشرى، وهم الآن في اللقطات النهائية من أجل أن يكملوا هذا المسجد، من أجل أن يفتح لأداء الصلاة وإلقاء الخطب والدروس وتعليم الناس، فهم الآن على وشك الانتهاء، وقد أحب أن يزوروكم خلال هذا اليوم من أجل أن تسهموا معهم في بناء هذا المسجد. جميل جدا أيها الإخوة أن تدخل مسجدا في مدينتنا هذه وتصلي فيه وتشعر أنك دفعت فيه ولو 10 دراهم أو 20 درهما، هذا إحساس جميل جدا، لعلكم جربتموه جميعا. فكيف إذا كنت أنت الذي بنيته وحدك أو ساهمت فيه بمساهمة كبيرة؟ لا شك أن الإحساس سيكون أفضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. لذلك هؤلاء الإخوة سيقفون على الأبواب من أجل مساعدتهم في إكمال مسجد البشرى بطريق العونية في لازاري، لمن أراد أن يزورهم في عين المكان لمشاهدة هذا المسجد، وهو بالمناسبة من المساجد الجميلة جدا في هذه المدينة، وهم الآن يحرصون على إكماله بطريقة جيدة وبطريقة ممتازة يجد فيها المسلم راحته عندما يدخل بيت ربه سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى أن يخلف لكل من أنفق ولكل من أعان هؤلاء الإخوة وغيرهم من الذين يساهمون في بناء المساجد، حتى تظل مدينتنا هذه فعلا عنوانا لبيوت الله ولمساجد الله. أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم أد الدين عن المدينين ورحم موتانا وموتى المسلمين، وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صادقة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.